دائما الحساب العددي، دونك سنقوم بمعالجة هذا السؤال. هذا الذي هو عبارة عن تعبير عددي بطبيعة الحال. دونك هذا السؤال سيكون موجه لقسم ولا لمستوى ثاني ثانوي إعدادي، دونك الأمر يتعلق بالأعداد الجذرية، العمليات على الأعداد الجذرية. دونك العدد بي دونك يساوي 4 على 5 ناقص 2 زائد 1 على 3 الكل مقسوم على 4 على 5 زائد 2 ناقص 1 على 3. دونك هنا تعبير في البسط يتواجد تعبير عددي بدون أقواس، دونك يحتوي على عمليتي الجمع والطرح. دونك سنقوم بالحساب دياله من اليسار إلى اليمين. دونك أولا سنقوم بحساب هذه العملية، ولكن يجب توحيد المقام. دونك لاحظوا هنا كانت لدي ناقص 2 فأصبحت ناقص 5 في 2 على 5. دونك قمنا بالضرب في العدد 5 حتى نقوم بتوحيد المقام. نفس العملية سنقوم بها هنا، سنقوم بتوحيد المقام. دونك كانت لدينا زائد 2 فأصبحت زائد 5 في 2 على 5. قمنا بالضرب في البسط وفي المقام في العدد 5 بطبيعة الحال. هنا سنحصل على 10 على 5، وهنا نفس الشيء 10 على 5. الآن يمكننا حساب هذه العملية. دونك هنا فرق عددين قصريين ولا جذريين لهما نفس المقام، احتفظ بالمقام واطرح البسطين، فنحصل على ناقص 6 على 5. هنا مجموع عددين كذلك لهما نفس المقام، احتفظ بالمقام واجمع البسطين. وكانت لدينا، لاحظوا معي هنا، سأقوم بالتصغير، تصغير الكتابة حتى يمكننا إظهار العملية التي قمنا بها. دونك لاحظوا كان هناك 4 على 5 زائد 10 على 5، فأصبح لدينا هنا 14 على 5. دونك مجموع العدد 4 والعدد 10. سأقوم بسحب هذا السؤال إلى هنا حتى أقوم بإتمام هذه العملية. دونك هنا سنقوم بحساب العملية التي تتواجد في البسط التي هي عبارة عن مجموع، وكذلك سنحسب العملية المتواجدة في المقام التي هي عبارة عن فرق. لكن قبل ذلك سنقوم بتوحيد المقام. وهنا ناقص 6 يمكننا سحب هذه الإشارة حتى نرجعها إلى البسط. هنا سنقوم بسحب هذه الإشارة، وهنا لا يريد سحب هذه الإشارة. سأقوم بمعالجة هذا السؤال. كيف سنقوم بمعالجته؟ سأقوم باستعمال التبادلية ربما، فيصبح واحد على ثلاثة ناقص ستة على خمسة. قمت هنا باستعمال خاصية التبادلية. الآن يمكنني حساب هذه العملية وكذلك حساب هذه العملية بطبيعة الحال عن طريق توحيد المقام. هنا قمنا بالضرب في خمسة، دونك خمسة في واحد يساوي خمسة، ثلاثة في خمسة، وهنا قمنا بالضرب في ثلاثة، دونك ناقص ثلاثة في ستة على ثلاثة في خمسة. بنفس الطريقة هنا قمنا بالضرب في 3، دونك 14 في 3 على 5 في 3 ناقص، هنا قمنا بالضرب في 5، 5 في 1 5 ثم 5 في 3. سنحسب هذه العمليات لأجل تبسيطها. دونك 5 في 3 15، 3 في 6 بطبيعة الحال 18، 3 في 5 15، 14 في 3 42، 5 في 3 15، وكذلك نفس الشيء هنا 5 في 3 تساوي 15. أنا أصبح لدينا هنا نفس المقام، دونك سنحتفظ بالمقام ونطرح البسطين، فنحصل على ناقص 13 على 15، وهنا 42 ناقص 5، 42 ناقص 5 تساوي 37. سأسحب هذا التعبير إلى هنا حتى يتسنى لي معالجته. دونك هنا أصبح لدينا بي يساوي 13 أو ناقص 13، سأقوم بالتكبير بعد الشيء هنا. دونك لاحظوا بي يساوي ناقص 13 على 5 قسمة العدد 37 على 15. دونك لحساب هذا التعبير يجب الاحتفاظ بالعدد الأول وضربه في مقلوب العدد الثاني. هنا سنعود إلى عملية الضرب. دونك لاحظوا كيف أصبح التعبير. دونك كان لدينا ناقص 13 على 15 قسمة العدد 37 على 15، فأصبح لدينا ناقص 13 على 15 في مقلوب هذا العدد 15 على 37. يمكننا الاختزال بالعدد 15، دونك مباشرة هنا سنختزل بالعدد 15، فيصبح لدينا، دونك عفوا، سأقوم بالاختزال، قلت بالعدد 15، دونك سأسحب 15 إلى الأسفل، هنا لا يريد الاختزال، لا أدري لماذا. دونك يمكننا حساب هذه العملية وبعدها اختزل. نعم، فنحصل على العدد ناقص 13 على 17 على 37 عفوا. دونك هنا قمنا باختزال بالعدد 15، دونك اصبح لدينا ناقص 13 على 37.